I'm on a fucking break. Don't hear me screeching at you whenever you're twiddling your short and curlies. You can be invisible? More like I can step into the realm between realms. And your mind doesn't understand what it's seeing, so it sees nothing at all. That's how we avoid ever having to actually use the weapons we craft. السلام عليكم. معكم حذيفة من قناة إيفوي، إحدى أوائل الشخصيات التي قدمت لنا في لعبة God of War. هما الأخوان براك وسندري، واليوم إن شاء الله سأقوم بشرح دورهما في اللعبة كما سأقارنه بدورهم في الأساطير الأسكندنافية. وقبل أن أبدأ أريد أن أعتذر منكم على انقطاعي في الأسبوع الماضي بسبب بعض الظروف الخارجة عن إرادتي، وإن شاء الله ستكون تلك هي المرة الأخيرة، وسأحاول أن أقوم بتعويضكم على ذلك الانقطاع في الأسابيع القادمة إن شاء الله. والآن عندي طلب وأرجو منكم ألا تردوني أيها الرائعون. الكثير منكم لا يعلم لكني قمت بافتتاح قناتي الخاصة والتي تدعى سبيرو، والتي ستكون مخصصة للتحدث عن الأنمي والمانجا. لهذا أرجو منكم الاشتراك فيها الآن، وأعرف أنكم لن تقصروا. رابط القناة في صندوق الوصف. أرجو منكم إيقاف هذا المقطع والقيام بالاشتراك فيها أولا. أريد أن أعرف كم من الناس يحبون محتواي، وأرجو منكم أن تعذروني على بحة صوتي فأنا مصاب بالزكام. وشكرا لكم، لن أطيل عليكم أكثر من هذا، هيا بنا. في لعبة God of War فالأخوان براك وسندري هما حدادان من جنس الأقزام، واللذان قاما بصناعة فأس كريتوس كما كان المسؤولين عن تطوير معداتنا في اللعبة. لكن في الحضارة الأسكندنافية فأحيانا ما كان يتصور بأن الأقزام وجن الظلام هما الكائن نفسه، لكن في لعبة God of War فالأقزام وجن الظلام هما جنسان مختلفان، والبعض اعتقد أن هذا هو السبب في أن براك وسندري لا يتشابهان، بل حتى أن لديهما لون جلد مختلفا. فبراك كان لديه جلد ذو لون أزرق، ولكن في إحدى المحادثات أخبرنا سندري أن هذا حصل نتيجة أن أخاه براك عمل لفترة طويلة مع المعادن الفضية دون أن يستخدم أي نوع من أنواع الحماية مثل القفازات وغيرها، مما تسبب في تغيير لون جلده إلى الأبد. وطوال فترة اللعبة كنا نقابل كل واحد منهما على حدة ما عدا النهاية، حيث عملا معا لصناعة المفتاح الذي يفتح غرفة تير. لكن ماذا عن دورهما في الأساطير الأسكندنافية؟ لم يتم التحدث عنهما بشكل كبير في الثقافة الأسكندنافية، لهذا فلا لم تلك الكثير من المعلومات عنهما. ففي الأساطير الأسكندنافية غالبا ما كان يتم الإشارة إلى براك ببروكير. أما أخوه سندري فقد اعتقد أن اسمه اشتق من الكلمة سنجير والتي تعني الشعلة، ولكن في معظم الأساطير فقد كان اسم سندري الحقيقي هو إيتري. ولعل أهم قصة ذكر فيها هي التي سأرويها لكم الآن. في إحدى الأيام قام لوكي إله الخداع بقص شعر زوجة ثور سفيث بالكامل، ليستيقظ بعدها ثور ليجد زوجته الجميلة برأس أصلع، ليغضب بعدها ثور غضبا شديدا وليقسم على أن يحطم كل عظمة في جسد لوكي. وعندما علم لوكي بهذا يخبر ثور أنه سيجد حلا لهذه المصيبة، وبالفعل يذهب لوكي بعد ذلك إلى أرض سفاتلهايم أرض الأقزام، يجد بعدها الأخوان إيفالدي واللذان قاما بصناعة شعر جديد لزوجة ثور، كما قام أيضا بصناعة هديتين إضافيتين لآلهة أسغارد. ولكن لوكي الذي كان معروفا بحب الخداع لم يستطيع الجلوس دون إحداث المشاكل، لهذا ذهب إلى الأخوان براك وإيتري وتحداهما أن يصنعا ثلاث هدايا أعظم من التي قام الأخوان إيفالدي بصناعتها. وأخبرهما لوكي أنهما إذا نجحا فسيعطيهما رأسه كمكافأة لهما، وبالفعل يوافق الأخوان على تحدي لوكي، فقد كانا متحمسين لفكرة نشر اسميهما بين الناس ليبدأ بعد ذلك بالعمل على ثلاثة هدايا من أجل آلهة أسغارد. لكن لوكي خاف من أن ينجح الأخوان من صناعة الهدايا، لهذا قرر محاولة تخريب عملهما. وبالفعل يتحول لوكي إلى إحدى أنواع الحشرات، وقد اختلفت الأقاويل، ففي بعض القصص يقال أنه تحول إلى دبور، فيما بعضها الآخر يقول أنه تحول إلى نحلة، لكنها تتفق أن لوكي قام بالتحول إلى إحدى أنواع الحشرات. ليقوم بعدها لوكي بعض براك في رسغ يده، لكن براك كان مركزا في عمله فلم يشعر بعضة الحشرة ولم يهتم بالألم وواصل العمل. وعندما بدأ الأخوان العمل على الهدية الثانية قام لوكي بلدغ براك في رقبته، لكن براك لم يهتم بالألم وواصل العمل على الهدية.
وعندما بدأ العمل على الهدية الثالثة أخبر إيتري أخاه براك بأن هذه الهدية ستحتاج إلى قدر عالي من التركيز وأن أي خطأ سيكون قاتلا، ليقوم بعدها لوكي بعض حاجب براك عندما كان يعمل، مما جعل براك يخطئ في كمية الحرارة لتصاب الهدية الثالثة بعيب قاتل. وبالرغم من هذا يقرر الاثنان الذهاب وتقديم هداياهما إلى آلهة أسغارد. وعندما وصلا رأيا الهدايا التي عمل عليها الأخوان إيفالدي والتي كانت كالتالي: فأودين أعطي الرمح العظيم جانير والذي لا يمكن أن يخطئ هدفه ويجعل أي قسم أقسم عليه غير قابل للكسر. أما الهدية الثانية فقد كانت الهدية التي وعد لوكي بها لثور، شعر سحري لسيث والذي التصق برأسها مباشرة. وأخيرا قام الأخوان إيفالدي بإهداء فرير السفينة السحرية سكامبلدير والتي صنعت من أرق خشب في العوالم التسعة والتي تجري الرياح من خلف أشرعتها دائما والتي يمكن أن تتقلص لتدخل في جيب فرير. وبعد أن رأى الأخوان براك وإيتري هدايا الأخوان إيفالدي قام بتقديم هدايهما لآلهة أسغارد، فقد قام بإعطاء أودين رابانير خاتم أودين الذهبي والذي أخبراني أنه في كل 9 أيام سيخرج من هذا الخاتم 8 خواتم أخرى وكل خاتم سيكون موازياً لوزن خاتمه. ودائماً في كل أوصاف أودين في مختلف القصص والروايات فقد كان دائماً يرتدي هذا الخاتم، فقد كان ذلك الخاتم هو سبب ثروته العظيمة. أما فرير فقد أعطيانه خنزيراً سحرياً واللذان أخبراه أن هذا الخنزير يمكن له أن يعبر الأرض والسماء في الليل والنهار أسرع من أي حصان، وأنه مهما كان الليل حالكا ومهما كان الظلام دامسا فسيكون له نور يمكن فرير من إيجاده دائما. وربما تظنون أنه ذلك الخنزير السحري الذي قمنا باصطياده في بداية اللعبة، ولكن للأسف فأنتم مخطئون، فذلك الخنزير يدعى هيلدسفيني، وقد اكتشفنا اسم الخنزير في إحدى المحادثات السرية بين أترياس وفريا. أما خنزير فرير فقد كان يدعى غالين بور، وربما أقوم بعمل مقطع أتكلم فيه عن الفرق بين هذين الخنزيرين. المهم نعود لقصتنا، ليقوم بعدها الأخوان براك وإيتري بتقديم أهم وأشهر هداياهما إلى ثور، فقد قاما بإعطاء ثور مطرقة سحرية وأخبراه أنها ستصيب خصمه بالثقل الذي يريده وأنه إذا رماها إلى هدف ما فلن تخطئ ذلك الهدف أبدا وأنه مهما رماها بعيدا فستعود دائما إلى يده. لكن كان لديها عيب قاتل وهو أن قبضة المطرقة كانت قصيرة جدا، لكن في النهاية فأودين وفرير وثور اختاروا المطرقة السحرية واعتبروها الأفضل من بين جميع الأشياء، وليعلنوا أن براك وإيتري هما الفائزان في المسابقة، ليطلب بعدها الأخوان رأس لوكي، فقد كان ذلك شرط المنافسة. ليوافق لوكي على هذا لكن بشرط واحد، وهو أن يقطع رأسه لكن دون أن يأخذ أي جزء من رقبته، فذلك لم يكن ضمن الاتفاق. ليغضب بعدها الأخوان غضبا شديدا وليستشير أودين في الموضوع، وفي النهاية اتفقوا أن يقوم الأخوان بخياطة فم لوكي كي لا يقول المزيد من الأكاذيب. لكن في لعبة God of War اكتشفنا أن لوكي هو أترياس، لهذا فجزء من هذه القصة لم يحصل في اللعبة. لكن على أي حال فقد قام الأخوان براك وسندري بصناعة مطرقة ثور ميولنير في اللعبة أيضا، وقد شعر بعد ذلك بالندم العظيم فقد استخدم ثور مطرقته للقتل والتدمير، لهذا فقد قام بصناعة سلاح آخر قادر على هزيمة مطرقة ثور، وقد كان ذلك السلاح وفأس لفايثن، وقد قام بصنعه للعملاقة في أو كما هي معروفة في الحضارات الإسكندنافية بلافي، وعند موتها قامت بإعطاء الفأس إلى زوجها كريتوس. لقد قام براك وسندري بصناعة سلاح ربما سيكون قادرا على مجابهة المطرقة قصيرة المقبض، ومن يدري فربما يتمكن كريتوس من قتل ثور بالفأس أخيرا. ففي الأساطير الأسكندنافية كان موت ثور على يد سم قاتل من يورمينغاند، ذلك السم كان يدعى إيتير. ولكن في لعبة God of War عندما قام كريتوس برمي فأسه إلى البحيرة ليستدعي يورمينغاند أو ثعبان العالم، نرى أن السم الذي يدعى إيتير قد أضيف إلى الفأس، وربما هذا يعني أن كريتوس سيكون قادرا على قتل إله الرعد عند مواجهتهما الأخيرة. فكيف ستكون الطريقة؟ لا أحد يعلم، وهذا ما يجعلنا متلهفين للجزء القادم. في النهاية براك وسندري قاما بصنع أهم سلاحين في الأساطير الأسكندنافية، مطرقة ثور ميولنير وفأس كريتوس لفايثن. وبالمناسبة ففي الأساطير الأسكندنافية فاسم لفايثن لا يرمز إلى الفأس، بل يرمز إلى وحش عظيم في الحضارات الأسكندنافية، هذا الوحش يشبه إلى حد كبير يورمينغاندا.
ربما أقوم بعمل مقطع أتكلم فيه عن هذا الوحش في المستقبل إذا لم تملوا من هذه السلسلة. وفي الحقيقة هنالك الكثير من التفاصيل والأشياء لم أتطرق لها، وذلك لأني أشعر أنكم قد بدأتم بالملل من هذه السلسلة. أخبرونا برأيكم في التعليقات، هل بدأتم بالملل حقا من هذه السلسلة وتريدون منا العمل على سلسلة أخرى؟ أم لازلتم متحمسين لهذه السلسلة وتريدون منا أن نغطي الكثير من المواضيع والكثير من الأشياء والكثير من النظريات في الأساطير الأسكندنافية ليس في لعبة God of War فقط؟ وأعتذر على إطالتي، أشكركم على جزيل المشاهدة، حتى لقاء قادم أستودعكم الله وأرجو أن تبقوا في صحة وعافية. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وأن تشاهد المقاطع التي تظهر على الشاشة الآن. كان معكم حذيفة، السلام عليكم.